قصف على بلده الريحانيه من قبل عصابات الاسد. هذا قصف من عصابات الأسد. هلا ما خلصوا. لا لا جامعة الأخبار تقصد نزوح الأهالي السوريين داخل أراضي تركيا. يا محمد شوف لي بالله كل السفره ولادك. شوف فيها الاكياس هاي كسرتنا راسنا. الكمون رز برغ ودي على الجدره. الله لا يوفقك يا بشار الاسد. امين. الله يوفقك. لا تخافي، لا تخافي خالي، لا تخافي. اكبر نزوح الأهالي من الأراضي السورية داخل الأراضي التركية. شو كتشام الإخبارية. الله أكبر. يا حال شاهدوا الأهالي والشعب السوري عندنا يجلسون ريثما يدخلون الأراضي التركية. الساعة 11 مساء شاهدوا أين أنتم من هذا؟ رغم الوقت شاهدوا أين يجلسون. هذا هو مصير الشعب السوري جراء قصف والاحتلال الأسدي لسوريا. شبكة شام الإخبارية.